من القصير إلى طرابلس وصل أكثر من 30 جريحاً نقلوا إلى أحد مستشفيات بلدة المنية. هؤلاء الجرحى أكدوا أنهم ساروا أكثر من 5 أيام في أودية وطرق جبلية وعرة إلى أن تمكنوا من الوصول إلى منطقة عكار الحدودية، حيث نقلهم سوريون وسيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني. الجرحى اللي وفدوا على لبنان البارحة واليوم أبلغونا عن صعوبة ومأساة والمأساة التي يعيشها الجرحى في الداخل السوري، وعن المأساة التي مروا بها من أثناء خروجهم من القصير إلى بعض الأماكن والمناطق الأمنية ضمن الداخل السوري. جيت من القصير عبر الصليب الأحمر على لبنان لهون، استقبلوني بمشفى شتورة ببيروت، كيف تصابت؟ تصابت بشظية بالقصير براسي وأدت إلى شلل نصفي الطرف الأيسر من جسمي. 35 جريح تقريبا، الوضع الصحي طبعا مزري. 6-7 أيام إلين بالبسيتين، يعني الجرح متعفن، 6 سمية تجرسم بالدم وملتهب الجروح كلياتها. وأوضح مواطن سوري يدعى أبو رائد لوكالة فرانس بريس أن الناشطين استأجروا المستشفى لاستقبال السوريين الجرحى فيه، لافتا إلى أن جمعيات توفر لهم المأكل والمسكن.